معنا اليوم شكون زاد خمم في الصغار معنا سي سامي دربز، مرحبا بك. وبيك يعيشك يا معز، فنان طفوله يعيشك. وباش تولي عنده روبريك قاره معنا كل نهار احد اسمها ديما صغار. ديما صغار نقصد في الكبار وزاد معناها باش نقعدوا ديما صغار. بون انا معك. مرحبا بكم ان شاء الله لكل احد نعملوا جو مع بعضنا. حبينا في الروبريك هذه تكون فما شوية تنويشة هكايا، معنا صغيرات معنا كبار خدموا في مجال الطفولة وهما أيضا صغيرات. نحب نرحب وترحب خاص بضيفي المباجل المناشط محرز الفرشيشي صاحب مجموعة كيدز بارتي. شكرا. مرحبا بك يا محرز. شكرا لك، يعطيك الصحة، بارك الله فيك على الاستضافة. مؤخرا سمعنا بعمل جبار أنا على مسؤوليتي، يعني تحذيرا تقنيا المادة اللي تقدمت فيه النومبر متاع الأطفال اللي قاموا بالعمل على جميع المستويات، على جميع المستويات. هو أوبيريت الوطن العربي، أطفال الوطن العربي. الفكرة يا معز عجبتني برشا. علاش؟ لأنه بعد الثورات العربية الثورات العربية نساتنا في القضية الأهم اللي هي قضية فلسطين، وكأنه هو مقصود. طبعا الصغيرات اللي جاوا في الجينيراسيون الجديده الكل ما يعرفوش معناها فلسطين. محرز ومعه مجموعه من رياض الاطفال قاموا بالعمل هذا الكبير سموه اوبيريت اطفال الوطن العربي. كل روضه قدمت تابلو راقص على بلاد من البلدان، من الفولكلور نتاعها، بالازياء نتاعها، بالديكور، بكل معناها البهرج هذاك. وقدموا العمل هذا في قداش من ساعه محرز؟ في ساعه وربع. في ساعه وربع. ساعه وربع. كان كمل حكينا على كان عمل ضخم فيه 260 طفل، والاطفال هذوما مثلوا البلدان العربيه خاصه اللي خاطت الحروب. وشكر كبير لمديرات الروضات اللي وقفوا معايا في العمل هذا الضخم، وخاصه المندوبيه الجهويه للطفوله بارينا السيده ناديه، دونك وقفت معنا بكدا في العمل هذا، لازم دعم كبير. وفما جمعيه جمعيه اطفالنا بالطبيعه بمسمى جمعيه اطفالنا كيف وقفت معنا. مهم جدا المجتمع المدني يكون مساهم في الاعمال هذه. وكان عمل ضخم تولد في شهر، عمل في شهر كورس اوي في شهر في شهر ليل ونهار نخدموا نخدموا في الريمونتاج الصغيرات والديكور. اي خاطر احنا عندنا عملنا هدف معين، هدف معين انه لازم تكون رساله ايجابيه للاطفال. شو هو الوطن العربي هذا؟ دونك عملنا رساله ايجابيه ميم حتى في الليكوغرافي في الريمونتاج. خذينا التسكي العوامل الحلوه اللي في البلاد باش هي تمتاز. يعني نحب نفهم كل تابلو مثلا نحكيو على مصر بروستو المعالم بالضبط بشنو تمتاز مصر، ثم دخلتوا مباشرة في التابلو بالفعل والشعراء والتمثيل نتاعها والأهرامات وهي بلد الحضارات. بدينا من هذاك وعطينا رسالة، عطينا الطفل لازم يفهم شنو هي مصر، شنو هي سوريا، ماذا شنو هي فلسطين. اسم لازم يكون فيها معاني جسمناه. وركزتوا على البلدان اللي فيها حروب، البلدان العربية اللي فيها بالفعل حروب. بالفعل اللي هو اللي خاطت الحروب الثروات الأخرانية. عملنا 9 بلدان، ما جوش نعملوا الوطن العربي كامل، عملنا 9 بلدان فقط. من بعد تنشوفوا فيتير صغير فيه في مقتطفات من العمل. وهنا شكر كبير لمديرة الروضات مدام ريم بحذينا. طبعا مدام ريم شريف مرحبا بك. اللي بالحق آمنوا بالفكرة، آمنوا بها بالفكرة بكدا، ميم زادوا عملوا ديزيفون قويين ولا هما يعملوا في ريوشيش على البلاد هذيك شنو هو اللبسه نتاعها بشنو تمتاز. التقاليد ميم خسروا فلوس من جيبهم الخاصه وخيطوا دبش للصغار باش يمثلوا البلد هذيك بشنو هو الحضاره البلاد نتاعها. معناتها فريمون كانت لحمه كبيره برشا، كان حلم كبير وحققناه، حققناه بنجاح كبير برشا برشا. انا قبل كل شيء نهنيكم خاطر سيت ان اكسبلوا باش تعملوا ان سبيكتاكل جرانديوز كيما هكا بوتيتر. انا ما شفتوش كامل يعني، نشوفوا لقطات لكن نشوفوا مع بعضنا جوستومون لقطات منه. لكن انكم تعملوا عمل كيما هكا في ظرف شهر بالحق حاجه تستحق الشكر والتقدير. هذا من ناحيه، لكن من ناحيه اخرى نحب نسال اسكو كان فما تنسيق مع بعض السفارات يمكن مع الدول العربيه ولا حاجه؟ لا وقع ولا كان فريمون عمل محلي. هو محلي خاص، فكره خاصه وحده. مي احنا استدعينا، عملنا استدعاء للسفراء لكل تاع البلدان هذوما خاطر مثلناهم في العمل هذا، استدعينا برشا سفراء الكل بارتيمون. دونك اما هو عمل خاص وكان فما حضور
اي فما حضور، حضور مكثف غير عادي. انا شفت وانا اللي عجبني سامحني سامي، عجبني مشكورة دار الجامعات اللي عملنا فيها العرض هذايا، فيها 550 كرسي جات 1000 رقبة. اللي عجبني انه العباد امنت بالفكره هذه، ما فماش فوضى، الناس كل قاعده حتى ما بقاش بلاصه، حتى اللي واقفين منظمين نظام بالعمل نظام محكم. والنجوم الصغار هذوم انا نحب نسال محرز سامحني بالحق انا جيت شوكي معناتها بالحق، ما كنتش نتخيل النظام في الاطفال هذوك كانوا سامحني سامي كانوا بالحق نجوم، نجوم بأتم معنى الكلمه، نجوم كبار بأتم معنى الكلمه. معناتها تبارك الله كي تقول قاعة ترفع 550 جاو فيها 1000 ولا أكثر، وأون بليس فما 260 صغرون. وي 260 يظهر لي وحدهم تبارك الله، معناتها وإحنا نعرفوا صغارنا تبارك الله عليهم ناشطين برشا. إحنا عندنا شكون حاضر توا حكينا مع محرز توا، ريم شريف هي من الروضات اللي حضروا طبعا. قداش من روضة شاركوا هما تقريبا؟ هما 12 روضة. 12 روضة. 12 روضة. ريم شريف روضة من الروضات المساهمة، كانت تحكينا على التجربة وأحكينا على الكواليس أكثر حاجة. أي هي في الكواليس. روضات خاصة كلها ولا مخلطين إيتاتيك بريفي؟ لا لا هما كلهم روضات خاصة وتابعين ولاية ريانا. تفضل. مرحبا بك مدام ريم. يعيشكم بك أكثر. نشكركم على الاستضافة. حبيت نقول اللي في الكواليس، أنت قلت على 260 طفل كان استقبالهم، عملنا خيمات يعني خارج الاسباس اللي كانوا فيه الأولياء كواليس البرة، وكان فما زادة عرض تنشيطي، وكان فما يعني ولا اللي هما باش ما قلقوش ما عندهمش التغاك ذيك كي دخلوا كل روضة. ونشكر زميلاتي اللي شاركوا الكل واحدة واحدة، زادة جمعية أطفالنا نذكرها، أنا نمثل نائبة رئيس جمعية أطفالنا، هي جمعية خدمنا وكولابوغاسيون مع كيتس بارتي، هو صاحب الفكرة وصاحب المشروع وكان خدمه عن طريق الجمعية. هذه جمعية تختص في كل ما يخص الطفولة، إطار الطفولة ومؤسسة الطفولة. بغيف الأولاد كي دخلوا سيخسين مالجري النومبر اللي تحكيوا عليه 1000 يعني جمهور حاضر، وانا نعرف الكواليس الأصلانية كيفاش اي ما لتغاك ولا سيسا الكواليس اللي البرا هما صغارنا معناه كانوا إيبانوي، ما حسوش اللي هما باش مفجوعين. كتلك سوى التحذير في رياض الأطفال، كان تحذير على الجانب النفسي وعلى الجانب العملي، وذي مهم جدا ولا تسكي تكنيك تسكي معناها طمأنة نفسية للطفل دي كويس أجي ما شاء الله مشيو فهمين الكل. يعني في الكواليس يستنوا، هما يستنوا في دورهم، معناها هما سبحان الله فرحانين كيفاش كل 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 مجموعة يستنوا ماخذين الدور النظام نتاعهم، ما تفاجعوش ووقفوا سيرسان أبدعوا، وما كانش يكون النشاط هذايا والعمل الفخم هذا لولا الطفولة وأطفالنا الأعزاء. نحب نعرف اسكو بالنسبة للكام تاعك أنت كروضة خاصة وكل شيء يندرى لقيت صعوبات باش تريقلوا كل شيء، تنسقوا وتعلموا الصغار وتدبتيهم للسبكتاكل كيما هكاك في ظرف شهر ولا يمكن حتى أقل؟ الحقيقة ما قيناش صعوبات يعني في داخل فضاءات الطفولة، كيما نحكي على روحي كيما نعرفهم روضات اللي شاركوا يعني واحدة واحدة تبارك الله الكل متمكنين كفاءة. يعني كي جينا محرز بالإيفينمون في ظرف شهر خلطنا نحضروا على النطاق يعني الخدمة داخل فضاء الروضة، ما بين المنشطات اللي كانوا عندهم دور كبير زادة في تحضير الأطفال، ما بين مدير الروضة اللي كانت عندها يعني كما قال العرض كامل، يعني خدمنا احنا كل دولة خذينا الكوتي التقليدي متاحة، يعني الجانب الحضاري، جانب لبستها، جانب شنية الحاجة اللي متميزة بها جستمون الكوتي لبسها. ولا أنا أعرف اللي عندي خبرة صغيرة في مجال التكستيل، لكن نعرف اللي اللبسه وحدها معناتها سابرون دي تو باش تحضر لها لبستها بالفعل هذه هو التحدي، سي با دي ستاندار. هذه هو التحدي ولا مثلا اللي خيطوا خيطنا وخلطنا خيطنا، كنا احنا مديرات الروضات اون كولابوراسيون مع بعضنا نتكلموا انت منين انت فين انت امشي الخياطه هذيك، وهذه مهم جدا. فوالا هذه انا حاجه تفرحني برشا انه يكونوا الروضات مع بعضهم في تناسق مع الحقيقه تميزنا وكاين في وخصوصا كيبدا مشروع هذا. فعلا سيماجيني بالحق معناتها احنا جبدنا تكستيل بوتيتر تنجم تخمم حتى في اللوجيستيك كيفاش باش وين باش تتلاقاو كيفاش باش تعملوا كيفاش باش تنسقوا العمليه كيفاش
وتكون وتنجم تكون فما مرونة أكثر إذا هما يتعاونوا مع بعضهم مرة في روضتي مرة في روضتك إيش قولك نعملوا هكا هكاية تكون يعني هو كان العمل متكامل ما كانش هو تنافس روضة باش تظهر على يعني كان كلنا حابين التنافس على العمل بحد ذاته إيه هو التنافس على التنافس مزيه يعني كنا نخدم الكل رسالة واحدة موجهة أطفالنا الكل أطفالنا باش يظهروا في أبدع حلة الرسالة كانت هي رسالة سلام من أطفال تونس إلى أطفال الوطن العربي كانوا عنا رياض قاموا بالافتتاح يعني عرض الافتتاح وعرض الاختتام كان يعني عمل متناسق ممتاز وأبدعوا معناها أما جيب لنا حاجة معك مش تحس ثم تقصير في الإعلام للتغطية خاطر مش برش عبيد سمعنا بها والله إحنا أعلمنا
صراحة احنا علمنا دونك بربي سي محرز شكون علمته؟ اي هو مش الدور انك انا باش نبدا على الطفولة باش هما اللي يتحملوا مثلا المسؤولية باش انهم يعملوا لك شوية الاشهار. بالفعل احنا والله مش بس مش كل موقفين على الاشهار مش الاشهار انه الهدف يوصل الرسالة تكون عامة للاطفال الكل. وهذاك علاش حكيت مرة انا وسامي قلت ان شاء الله بحول الاوبرا هذه باش يكون تحدي كبير باش نديروا بال 24 ولاية هذه وعد لانه ما نحبش نقفوا على اطفال توصل عاصمه كاو حتى بنغادي عندهم الحق تطاوين عندهم الحق باش يشاركوا في العمل هذا. هو كيما الحلم العربي بلا هو حلم عربي مش كيما هو حلم عربي لكن مجسد في هي رساله قويه في هو انا عملتها في شكل عباره مسرحيه صغيره دامت ساعه وربع. اولا المتفرج ما يقلقش، ثانيا خليته متشوق للفقره الثانيه اللي باش تكون شنو هي هذيك علاش قعدت في ساعه وربع برغم قدوم العباد وكل اللي جاوا. انا تفجعت وقتها لو تفجعت قلت بالحق ربي تستر ان شاء الله ديما ما بنجوع ومع هذا شكر كبير للجمعيه اللي حضرت بالحق اللي قامت بالفكره وقامت معانا بالحق على الباج نتاعنا تبارك الله. حتى ولو يطلبوا لي يقول لي نجي ولا نقول لهم لا ما كومبلي ما عادش محرز. نحب نعرج على حاجه مهمه جدا ومعزه تو ممكن يشطرني فيها الراي في غياب معناها الدعم المادي والكل والمعنوي والكل من الدولة. يعني كي تلقى رياض أطفال يساهموا بأموالهم الخاصة وجمعيات يعني شيء مفرح يعني بالعكس ممتازة بصراحة. بالعكس احنا معناها نعاون الدولة رغم اللي يعني أنا عرفت الظروف اللي مر بها رغم العراقيل وبعض يعني حتى نقول احنا العصا في العجلة. رغم هذاك آمنا بالعمل وكمل العمل الكل. وحاجة وحيدة نحب نقولها نشكر السيدة المندوبة نادية الرحال اللي فعلا وقفت مع هذا العمل وخلته يعني لولا أيضا جهودها وجهود الجمعية ما كانش العمل يعني يتم في ظروف ملائمة. احنا شو نحبه في الأخير نحبه أنه الأعمال هذه اللي لو نحب نقولوا انها بيداغوجيه لانه علاش؟ لانه هذه فيها روابط ذهنيه كبيره للطفل مع مر الاجيال. اذا ما نذكروش بالقضايا نتاعنا العربيه والقضايا الفلسطينيه ستندثر حتى الطفل ما يتذكر. والدليل انه عاشوه هذا يعني الاطفال نتاع تو تقول لهم فلسطين تقول لك اش معناها؟ يعني غريبه شويه. اما باذن الله مع هذه المشاريع باش تتواصل الفكره واطفالنا باش يتعلموا حاجه مهمه ياسر من خلال التجربه هذه. احنا علاش نبعدوا البعيد؟ انا تفرجت في فيديو صغير في عند الكيان الصهيوني يعني علموا في صغارهم من اللي هما في الابتدائي هذه دولة إسرائيل الكبرى، هذه من النيل للفرات، هذوما أعدائنا، هذوما كذا، وإحنا كي نحاولوا باش نقربوا الحاجات هذه تصير لنا برشا مشاكل. علاش؟ في البيداغوجيا الطفل هذه ما تناسبش في كذا. يا أخي إحنا في الأخير حاملين لقضية. البيداغوجيا شوفوها على راحتكم، لكن إحنا باش نشوفوا من وجهة نظرنا القضية متاعنا الفنية من خلال أسلوب فني يعني اللي قاموا به تابلوات رائعة الديكور والأكسسوار والمصاريف اللي تصرفت. فرجاء رجاء خليونا نعاونوا بلادنا أكيد. وشكرا نحب نشكر اللي عاونونا فما برشا جنود خفاء وقفت معنا وقامت بالقضية وقامت بالعمل متاعنا دونك اللي خدم المونتاج مسكين اللي سهر معنا الليالي أنيس العائلة التربوية أنيس لا 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 هم أصحابي يحبوني بكدا ونقفوا بعضنا في الشدة كما ومجموعتك هكا مجموعتك كيف سبارتي كل وقفت كيف فما عباد وصلنا معهم الليالي للصباح باش نعملوا مونتاج وكما تعرفوا بالفقرة باش نعطوا صورة إيجابية. أنيس نشكر نعطيه تحية كبيرة أنيس طريقي كيف اللي سجلنا فوا اوف كيف تعب معنا رامي مكور رامي مكور ايضا وبالحق وباشا طاقم كبير. انا نحب الصغيرات كوكو عسلامه خليهم يتفرجوا في رواحهم لو تسمح ريم بعد نعطيهم لك اي فوالا نحب نتعرف عليهم. اي قول شو اسمك انت؟ محمد محليك يا محمد يوم شفتك الكرافات الحمراء وكالجوك بارك الله عليك يا محمد. قال لك انا نمثل تونس توا درابو تونس والتحفونة شنو اسمها؟ ايه ومحمد توا اش قولكم كان نغنيو مع بعضنا هكا ونعملوا شويه جو ها نغنيو مع بعضنا
ونقولوا الأنسة تتغني معنا وعمو محرزة هاي ناخذ يلا نغنيوا مع بعضنا يلا ونغنيوا مع بعضنا غناية حلوة. شنو الغناية اللي قلتوا لي عليها بك اللي اسمها جيتار؟ جيتار. انت عندك جيتارة؟ اسمع ملا جيتارتي هذه تو عمي محرز باش يجيب لك جيتار وعد دبر راسك هو تابعك انت مدام في الراديو اي اما لا مدام ريم لا ما سياش كل ولادنا اي تلاها مع بعضنا جيتارتي جيتارتي المزيانة نعزف بيها انا نغمة سحرية حبوها الفن جيتارتي جيتارتي المزيانة نعزف بيها أنا نغمتها سحرية حبوها الفنان جيتارتي المحبوبة بوترها المرتوبة جيتارتي المحبوبة بوترها المرتوبة وغنيتي المكتوبة تولي لي رنانة هاي ما بعدنا جيتارتي جيتارتي المزيانة نعزف بيها أنا نغمتها سحرية حبوها الفنان تيارا 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 تارا تارا جيتارتي اسبانية أيوة صنعتها عصرية يا عيني جيتارتي اسبانية صنعتها أصلية لا من كل هي في دينا دندانة يلا جيتارتي جيتارتي المزيانة نعزف بيها أنا نغمتها سحرية حبوها الفنان يا فنان انت ويا فنانة ملا جو ملا صغيرات ملا تشاركوا في العرض ولا هذوما ما نعرفش محرز يقولنا خاطر كنت نستنى يمكن بلوتو باش نسمع حاجة من اللي تعملت في العرض اللي تعمل لوحات راقصة أكثر حاجة أكثر أي مثلا بطلنا البلدان العربية برقصات اي اما صحيح حافظينهم الاغاني اللي قاموا عليهم برقصات بالريبيتيسيون حافظوا اه فكره شنو التابلو نتاعكم نتوما شنو اسمه هي هذه خذت اطفال كل الدنيا اي خذت هي خذت رساله السلام سميناها رساله السلام التابلو نتاع الاطفال هذوما هي رساله سلام اي وديما صغار راهو على قد ما نقعدوا معاهم وعلى قد ما نقعدوا نحكيوا معاهم وعلى قد ما نقعدوا نغنيوا معاهم يلزم برشا برشا وقت وبالحق فرحانين برشا بحضور معاكم سيمي دونك نخليو كلمة الختام للضيوف نتاعك اي محرز شرفتنا يعيشك نشكركم انتوما على الاستضافة يعيشك ماشي مزية هذا واجب يعيشك دار دارنا اكيد توانسة الكل اكيد هي اسمها دارنا معناها طبيعة وتفضلوا تحبوا تفطروا بحضنا لو مرحبا حتى يذن المغرب دار مرحبا وان شاء الله ديما تونس بخير امين يا باطفالنا والصغار هذوما ان شاء الله نراوهم كبار ونفرحوا بهم اكيد هذه هي الرساله هذه هي الرساله اللي لازم نوصلوها خاطر احنا في جي وقت نمشيو ما لازم نخليو طابع مهم جدا انه الرساله تتواصل مع الاجيال ريم شريف حبيت نشكر بالحق معناها نشكركم على الاستضافه وقناه حنا بال اللي عطات فرصه باش توجد الوليدات هذوما وفرحت بهم وثمنت لهم مجهودهم في هذا العمل الكبير شكرا ونشكر كما نشكر رياض الاطفال الكل اللي ما حضروش معنا طبعا ممثلين في شخص محرز وريم مرحبا بكم في كل وقت وان شاء الله تكون لنا موعد اخرى معنا شكرا يعطيك الصحه شكرا سيما يعيشك ربي يفضلك يعيشك يا سيدي نمشيو نحن نشوفوا مع بعضنا شنية قالوا لنا في الموزع الصوتي ونعاودوا نرجع ان شاء الله ما تحرقلناش الفطور عاد لا سافا لاباس